انا دايوغ حتينا اللي جلب انت ايه علاش يسمي وديع الجري؟ شنو علاقه وديع الجري من الكوره للسياسه في انستغرام؟ باش تقول لي كان مرشح هكا العام في رئاسه الحكومه وحتى فمش كلاش رئيس الجمهوريه، شنو علاقه وديع الجري في انستغرام؟ انا وقت اللي فما فريق كره قدم ابرم كونترا دو سبونسورينغ مع سبونسور اجنبي اللي هو قطر ايرويز، وحكيت انا كيفاش انه وديع يخدم في مشروع حركه الاخوان في انه يوظف الجماهير الرياضيه كرصيد انتخابي. قالوا لي انت راك مهلوس بالسياسه ودخلت الكوره في السياسه، وقت اللي اني عملهم الزوز لعب الكوره ولعب في السياسه. باه انت فما ام بارامتر هاو نشوفوه بعد 25 جويلية تثبتوا شنو كان يقول السيد وزير الرياضة وقت اللي كان ضعيف سي كمال، كيف كان ضعيف في حكومة المشيش، تحدث على قضايا فساد، تحدث وباش يطبق الفصل 22 وتحدث في البرلمان وكل خطاب الشهير وكذا. بعد 25 جويلية شنو صار؟ قيس سعيد نحى الدستور، حل البرلمان، حل مجلس الأعلى للقضاء، حل لايكا بصوره فعليه، حل هيئه الانتخابات، قلب البلاد الكل، عمل من الاقاليم الجهات برلمان جديد الا المكتب الجامعي. وانا يبدو حسب رايي يبدو السيد وزير الرياضه دخل اون سيلونس راديو، ويبدو قداش منه تكلم تبعني زاد سكر عليه، زاد سكر عليه الرئيس، سكر عليه هكا في القانون الانتخابي اللي يكون رئيس جمعيه ولا رئيس جامعه متاع كوره رئيس جامعه رياضيه ما عندوش الحق يترشح في انتخابات 2024 سواء كان مباشر ولا في العام السابق للانتخابات. سكر على وديع، خاطر وديع راهو كان احد مرشحي حركه النهضه في الانتخابات الرئاسيه 2024 الرئاسيه. اي 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 واعي ما اقول، ناس تقول لك وحتى يوسف الشيخ تزكيه لك رئيس حكومه، فهمني ايوه زكا كرئيس حكومه. اليوم يبدو انه فما صفقه انه وديع، نعم وديع الجاري من اللي رجع من كاس العالم ما عادش يخرج في الميديا ونبوا عليه من المطار، حتى تثبتوا من المطار ما حبش يعطي تصريحات، وقعد مره يخلوه يخرج تو يسافر ما يخريوش عنده شهرين خرج اخر مره مع ليكيب ناسيونال. المره هذه يبدو انه في اجتماعات الكونفدراليه ما خرجش، اما شيء مش مقبل فما ملفات محلوله، فما صفقه، فما يبدو عنده حمايه امنيه كيفاش، يبدو انه فما صفقه انه يبقى ساكت وما عاودش يترشح في انتخابات 2024 لانه ينجم يعاود يترشح في الانتخابات 2024. ولكن هو راه نحب نقول لهم راه يلعب بهم الكل، ريت الحكومه والرئيس وكل وديع الكل يكور بهم راه، لانه على دهاء وخبث منقطعي النظير، وهما يستناو يقولوا هو باش يهبطوا قانون الجمعيات الرياضيه الجديد ومش يسكروا به على القانون. لكن هذا راه حسب راينا القوانين الداخليه اذا تتعارض مع لوائح الفيفا تولي مشكله كبيره. شكون يعمل صفقه مع وديع الجري كما قلت؟ هاو سكت، اش بيسكت؟ يسكت علاش سكت؟ علاش سكت؟ نسألك أنا بطريقة أخرى، من يحمي اليوم وديع الجري؟ كان الكلام اللي أنت تقول فيه صحيح والكلام اللي قاله سي كمال دقيش، والله أنا مقتنع اليوم قضايا فساد رياضي بغض النظر على أنا اليوم مقتنع لي ما عادش فما دولة، فما شقوق فما شقوق فما شقوق يا زينة، فما شقوق. أنا قلت البارح شفت فيديو دخت مواطن من قرطاج يسكن في قرطاج، يا مال اسمعني شو مش نقول، عنده تصاور وهو داخل القصر تاع قرطاج في بيرو الرئيس في قاعة الاجتماعات في القاعة الشرفية الرسمية اللي رئيس الجمهورية يستقبل فيها، ما يسميش أكثر من هذا السيد، هذا يخدم بالصور هذه اليوم، يخدم بالصور اللي هو في قصر قرطاج ويقدم روحه اللي هو عنده علاقات متطورة بالقصر ويستولي بلدية قرطاج تبيع له فيلا فيها 700 متر تقريبا في كرتاج ب 49 ألف دينار، يعمل كل شيء اليوم في كرتاج ولا أحد يحرك ساكن، يخدم برئيس الجمهورية اليوم يقول أنا عندي علاقات في الرئاسة وعنده تصاور في القصر، وهذا تصاور هذا أي وتصاور موجودين عندي، التصاور هذا مخذاها من قبل 2019 في وسط القصر ولا بعد مش هذا المهم، مهم السيد هذا اليوم تصاور قصر قرطاج القاعة الشرفية قاعة الاجتماعات السيد بتصور فيها وحده ويخدم بهم
والناس تحكي وناس تتكلم ومجتمع مدني في الأثناء نحكي على عادي محاربة الفساد ومواطنة عادية وفي المجتمع المدني وقالت بيه وعملت شكايات وعملت فيديو حتى حد ما يتكلم. هذا يود يخدم بخسر قرطاج ايش مازلنا ايش مازال آخر وتقول لي دولة منين دولة نحن ندافع عليهم نحبهم يكونوا رجال دولة لكن في الطرف المقابل لا يوجد أي تفاعل هشم لا يوجد أي تفاعل ولا فما تفاعل.